السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي متابعين قناة بيت الريفي للدواجن والزراعة، إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير وقدوم بعد عيد الفطر السعيد. اليوم حلقتنا عن علاج النمل والتخلص منه داخل التربة أو داخل الأصيص. تابعوني لآخر المقطع، بس لا تنسوني بالاشتراك والإعجاب. إيه أصدقائي، رجعنا لكم. هلا موضوع النمل هو مو مؤذي للنبات بشكل كبير إذا كان يعني قليل النمل، ما مؤذي. اما ولكن اذا صار بده يطلع على الاغصان او ينزل بالتراب او كان بيته داخل القصيص او داخل العلبه، هون صار مؤذي. كيف بدنا نتخلص منه؟ بدنا نتخلص منه بعده طرق، بس بنحاول نتجنب يعني العلاج الكيماوي للتخلص منه. هلا انجح طريقه هي انه بتعامل فيها هو البن تبع القهوه، البن جافه نحن بنستخدمها، بنحطها بنرشها داخل القصيصه. مثلا اليوم سقينا نحن مي للنبات، ثاني يوم بنحط بن، على يومين بنضل عم نحط بن. بالنسبه للنمل بينزعج من ريحه البن بيهرب. هي اول طريقه. ثاني طريقه اذا كان النمل عم يتسلق على الاغصان، مثلا مثل هي بنفترض، هلا هي شجره نحن عم نحكي على القصيص، اذا كان عم يتسلق هيك من اسفل التربه الى الاعلى عم يتسلق النمل، كيف بدنا نعالجه؟ بنجيب قرفه، هي القرفه الكل بيعرفها، هاي قرفة بنجيبها شايفينها، وتوم، توم بندقه ضمن جرن، بندقه وبنحطه بالمي لمدة يومين بنخمره، التوم والقرفة، وبعدين بنبخ الساق، بنبخ الساق المصاب وداير مدار التربة، كل 3 أيام بنبخه مرة واحدة، ما بصير نبخه كثير كمان. هي تاني علاج الطبيعي مشان موضوع النمل. شو كمان فينا نستخدم؟ فينا نستخدم الكمون، شايفين هذا الكمون؟ رائحته كثير قوية، مثل ما حكينا النمل بينزعج من الروائح القوية. كمان الكمون بنرشه على التربة وعلى النبات من فوق، ما في شيء، مثل ما هو بودرة بنرشه. نحن ليش عم نحاول العلاج بالنسبة للنمل طبيعيا؟ هلا النمل او اي حشرات زاحفة صغيرة كمان بيهربوا من هالروائح. الثوم والقرفة مفيدة للصراصير الصغيرة، الحشرات الزاحفة صغيرة كمان بيهرب من رائحة الثوم. هلا الثوم والقرفة هي كثير ممتازة والبن. وشوف اما اذا كان النمل موجود مثلا خارج القصيصة أو خارج علبة الزراعة موجود وعم يجي من الخارج العلبة، بده يفوت لقلب العلبة، بنستخدم الكيماوي هذا، مثل هاد أي بائع تبع بعد حشرات زاحفة، اسمه حشرات زاحفة، هذا منيح حلو، هذا بنرشه خارج القصيصة، بنتجنب إنه نرشه على التربة أو على النبات لأنه بيحرق التربة. ما فينا نستخدم اي مواد كيماوي ضمن منها، بنخاف تنأذى النبات اذا كان النبات ضعيف او منقوط جديد. شوي وبرجع لكم. مثل ما حكينا اي دواء كيماوي، اي مبيد حشري كيماوي نحن بنتجنب استعماله بهي الفتره، وخاصه اذا الزراعه زراعه مولوده السنه، مثلا مولوده الموسم، اذا كنا زارعين ورد جوري او زارعين نعنع او زارعين بقدونس او اي نبات يعني حديث الزراعه بنخاف عليه من المواد الكيماوية، مشان هيك المواد الكيماوية اللي هذا حكينا عنه بنرشه خارج العلبة، ما بنرشه على التراب نهائيا. على التراب بنستخدم المواد هي الطبيعية اللي ذكرناها، هي القرفة بنحطها مع الثوم، والكمون بنرشه لحال، والبن بنرشه لحال، أي مستحضر من هدول اللي ذكرتهم بإمكانك ترشهم. وإذا في صراصير صغيرة حشرات زاحفة كمان بنقضي عليها. أما إذا كان النمل قليل ما مؤذي النمل اذا كان قليل، اما اذا كان بكثره هون بيأذي النبات، بياكل من النبات وبياكل من الجذور. شوي وبرجع لكم اصدقائي. شايفين اذا كان النمل عم يتسلق، هلا بيتسلق امرار على الاشجار كمان، اذا كان متسلق من اسفل الساق لفوق ما فينا نرش غير الثوم والقرفه او اي مستحضر ثاني، فينا نحط القرفه مع البصل مثلا. منرش الساق، ما في داعي نرش الاعلى نهائيا، واذا بدنا نرش الساق بدنا نرشه بفتره، يا بالصبح يا بالصباح الباكر يا قبل المغرب.
ما بده يكون في حر شمس مشان ما تحترق الورقه. وقت بنبخ نحن بتحترق الورقه من ارتفاع درجه الحراره. بنبخ الصبح بكير او قبل المغرب مثل ما حكينا بالقرفه والثوم او بالقرفه مثلا والبصل، بنبخها مشان ما عاد يحسن يتسلق. يوم ايه يوم لا، على اربع خمس مرات مثلا بنرشها، باذن الله بتلاقوا نتيجه فعاله ومضمونه باذن الله. وهيك ان شاء الله بنكون قدمنا شيء مفيد. بس لا تنسونا من الاشتراك والاعجاب، والسلام عليكم ورحمه الله.